بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم الكلام في موضوع غاية في الأهمية في موضوع أخلاقي نفسي اجتماعي فقهي وهو التغافل لا بد من تقديم أمر وهو بين الباطن والظاهر يوجد السنخية عمل الإنسان يتلون بنيته وبباطنه. هناك تأثير شديد وترابط قوي بين الباطن والظاهر لوجود هذه السنخية، كما أن هناك بالنسبة للروح والبدن اكو ترابط وثيق، من كثر همه سقم بدنه. الأمراض الروحية تؤثر على البدن. من كثر همه سقم بدنه، كما أن الأمراض البدنية كالكآبة تؤثر الأمراض الروحية كالكآبة تؤثر على البدن. هناك ترابط بين الروح والبدن، كما أن هناك ترابط بين الباطن والظاهر. لذلك قال ذلك الشاعر: "وكل إناء بالذي" فيه ينضح اللي يظهر في أفعال الإنسان في جوارح الإنسان هذا منشأه الباطن باطنه كظاهره إذا رجل بذيء الكلام هذا باطنه باطن سيء إذا حسن الكلام باطنه باطن حسن هذا يظهر على الأعمال والجوارح هذه السنخيه توجد بين هذه الامور. النية تصبغ العمل، النية تلون العمل، العمل قد يكون في نفسه عمل جيد ولكن النية تفسد ذلك العمل الجيد. إذا مثلا هناك شاي المفروض في الشاي يكون السكر إذا وضع فيه الملح هل يمكن لاحد ان يشرب هذا الشاي؟ لا. ظاهره الشاي ولكن الواقع ان هذا فاسد. طعام جيد لو وضع في اناء قذر هل يرغب الانسان ان ياكله؟ كلا. فكيف اذا الطعام هو ايضا اصبح فاسدا؟ اضيف الى الطعام السم. هذا الطعام مو انه يكون طعاما مقويا للبدن، وانما يكون مقتل الانسان في هذا الطعام. لذلك ورد في العباده العبادات العبادات يمكن واحد يقوم من الليل للصبح متهجدا. ورد في العبادات ان النيه تؤثر في العباده. اذا نوى الله عز وجل في العباده كما في عباده امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وجدتك اهلا للعباده فعبدتك هذا خالص العباده تكون خالصه لله عز وجل هذه ارقى درجات العباده الصحيحه ولكن قد تكون نيه العباده الرياء والسمعه شنو تصبح هاي العباده؟ هذه العباده التي وقعت عن رياء او سمعة لينتشر صيته الحسن بين الناس. في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله فاتقوا الله في الرياء يحشر المرائي يوم القيامه ويخاطب باربعه اسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك وبطل اجرك. فالتمس أجرك ممن عملت له الرياء يعني عمل لا لله وإنما لمن حضر بعض الأحيان يكون الرياء أسوأ أنواع الرياء ينقل في التاريخ أن أحدهم كان يصلي في مسجد وحده كان في منتصف الليل فاستمع إلى صوت الباب كأنما الباب انفتحت وأغلقت دخل شخص في المسجد فغير صلاته كان يصلي مسرعا فتباطا في الصلاه واطال الركوع والسجود لدقائق. بعد ان انتهى انتهت الصلاه التفت واذا كلب حاضر في المسجد. داخل بارد برا الباب مفتوح دخل وانغلقت الباب وكذا. فهذا شاف انه غير نيته من عباده الله الى ماذا؟ والعياذ بالله هذا العمل المراء به يبطل يصير مثل العمل مثل الطعام الذي فيه السم يكون مو أنه فقط لا يحصل على آجر وإنما العمل يكون في نار جهنم كما ورد في الرواية أنه الملك يرفع عمل الإنسان متباها بهذا العمل فرحان ماخذ العمل يرفعه إلى الله عز وجل فعندما يصل العمل الى السماء الله عز وجل يقول اجعلوه في سجين نفس هذا العمل يجعل في سجين في, في نار جهنم، نفس الصلاه هذه الصلاه بعد مو صلاه لله هذه عباده الطاغوت، هذه عباده الشيطان الصلاه نفسها تروح في سجين لذلك هذا مما يدل على بطلان عباده من راى في عبادته، لاحظوا النية شلون لونت العمل وافسدت العمل؟ بعض الاحيان بالانسان النية لله ولكن هناك ظماء محلله اخرى يخاف من نار الله يصلي تاره يقول اصلي لله شكرا هذه عبادة الاحرار كما ورد في روايه امير المؤمنين وتاره يصلي ويعمل العبادات خوفا من النار جيد هذه عباده مقبوله ولكنها عباده عبيد امير المؤمنين يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكني وجدتك اهلا للعباده اللي هم يطمع الجنه ويعبد رب العالمين هذا جيد ولكن مو كمن يعبد الله شكرا لله ان قوما عبدوا عبدوا الله رهبه فتلك عباده العبيد وان قوما عبدوا الله رغبه يعني في الثواب والجنه والقصور والحور فتلك عباده التجار يتعامل مع رب العالمين، زين هاي عباده مقبوله مو انها عباده مو مقبوله ولكن اين هذه العباده وان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عباده الاحرار يصلي للتوسعه في الرزق، هذا جيد، هو يصلي لله ولكن ضمائم محلله اخرى نقص في اجر العباده الا ان العباده مقبوله بخلاف الرياء اللي الرياء يوجب بطلان العمل ويجعل ذلك العمل في سجين. بالنسبه الى هذه الايه التي تلوتها في ابتداء البحث ومن هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم. المنافقون في غيبه رسول الله كانوا يتكلمون على رسول الله. يذكرون نقائص ينسبونها لرسول الله. فيستمع رسول الله من بعض اصحابه ان بعض المنافقين تكلموا عليك بكذا وكذا. المنافقون عند رجعة رسول الله كانوا يأتون إلى رسول الله حتى يبدون من أنفسهم الوجه الحسن، حتى لا يصدق رسول الله ما نقل إليه من بعض أصحابه. فكانوا يقولون نحن لم نتكلم عنك كذا وكذا ينفون ذلك، فرسول الله يستمع اذن يعني يستمع، يستمع من اصحابه ولا يقول شيء ويستمع من المنافقين ولا يقول شيء. فالمنافقون قالوا هذا اذن، يعني اي واحد اي شيء اللي يقول لا يصدق. كانما هو بسيط جدا ما يفهم. فانا اكلمه يصدق. ذاك الآخر يجي يكلم بخلاف كلامي أيضا يصدق الله عز وجل يقول هو أذن خير لكم صحيح هو دي يستمع لكم بس هذا للخير لكم مو أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يفهم أنه ما الذي يدور حوله يعرفكم واحدا واحدا يعرف المنافقين الله عز وجل ذكر أسماء المنافقين لرسول الله صلى الله عليه واله هو يعرفهم ولكنه اذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله المنافقون لهم عذاب اليم هذا التغافل او التغابي التغابي يعني انا عرفت ولكن اجعل نفسي كانما انا غبي هذه درجة رفيعة من الأخلاق التغابي يعني كأني ما سمعت أتى للإمام الباقر وسبه بكلام فقال له الإمام الباقر لا بل أنا باقر وذكر الكلمة بدون الألف إهانة للإمام كذا مرة أهان الإمام الإمام لم يستمع إليه فخاطب الإمام قال إياك أعني أنا أقصدك أنت الإمام قال أنا أفهم اللي انت تقصدني ولكن عنك اغضي، انا اغض الطرف عنك، كاني لم استمع اليك. التغافل يعني الانسان يعلم امرا ولكن يظهر انه لم يعلمه لمصلحه لصلاح الاخر. طبعا هو التغافل على قسمين، تغافل ممدوح وتغافل مذموم. التغافل الممدوح يعني تريد الخير له تغض الطرف كانك لم تفهم لمصلحته والنصح لائمه المسلمين، يعني شنو النصح لائمه المسلمين؟ مو النصيحه يعني ان ينصحهم، يعني ان يريد الخير لائمه المسلمين. فواحد يريد الخير لذلك الطرف، طفل صغير يسرق من جيب احد والديه مالا فأنا التفتت تارة أقول رأسا آخذ إيده وأنت سارق كذا تارة لا بعدين في مجلس أتكلم عن السرقة عن الحرمة أو أقول العائلة جالسين أنه يا فلان يا فلان هل أخذتم من جيبي أموالا؟ فعندما واحد واحد يقولون لا تصلوا إليه تقول هذا خميسوي هذا الفعل المشين فهو راح يفكر في نفسه ان فعلك فعلي كان خطا. هذا التغافل لمصلحته، رسول الله صلى الله عليه واله كان يتغافل عن المنافقين حتى يرجعوا الى صوابهم، حتى يرجعوا الى رشدهم. هذا التغافل للمصلحه، النبي يعقوب عليه افضل الصلاه وازكى السلام، هذا التغافل قرين بين العقل والايمان والأخلاق والفضيلة والخير للآخرين اقترنت هذه الأمور في التغافل كان يعلم بخيانة أولاده ولكنه تغافل لماذا حفظا لحياته يوسف لو كان يقول ما أخلي تأخذه للصحراء معكم يرتع ويلعب هذه الكذبة أعرف أنكم في غير وقت كانوا يجون يقتلون يوسف ولكنه تغافل عن خيانتهم حفظا ليوسف لحياة الآخرين أو بعض الأحيان واحد يتغافل عن الآخر حفظا لحياته الحجاج ابن يوسف الثقفي لعنه الله هذا القاتل المعروف اللي في صلاته كان يذبح له 30 20 50 يصلي يجيبون عنده من اخذوه من شيعه امير المؤمنين او اي واحد يشير هكذا اذبحوه اذبحوه فأتى إليه شخص قبعثرا قبعثرا اسم الجمل الضخم أو أيضا يسمى الفصيل الهزيل كان اسم أحد الأدباء قبعثرا قبعثرا في مجلس تكلم ضد الحجاج فوصل الأمر الخبر إلى حجاج فطلبه وقال له الحجاج لأحملنك على الأدهم الأدهم ما يغل به رجل السجين حديد على رجل السجين يجعل القبعثرة هو أديب عرف شنو قصده ولكن تغافل عن قصد الحجاج الأدهم كما أنه يغل حديد ل. شد الرجل كذلك مشترك لفظي على الحصان يطلق الأدهم على الحصان فقبع عرف قصده ولكنه تغافل عن قصده قال ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب الأدهم يعني الحصان الأسود والأشهب يعني الحصان الأبيض قال طبعا مثلك يرجى من أن تعطيني حصان أسود الحجاج قال لا أردت الحديد مو الحصان التغير مكان راح بالك أنا أردت الحديد فقال له القبع ثرى أيضا تغافل عن قصد الحجاج قال نعم الحصان الحديد خير من الحصان البليد فأيضا حمل على المعنى الثاني الحديد يعني القوي أو الحاد في الفهم خير من البليد اللي ضعيف في الفهم فافرج عن الحجاج شوفوا تاره التغافل يوجب حفظ حياه الانسان التغافل من علامه المؤمن ورد في الروايه المؤمن نصفه التغافل اذا واحد حقيقه يعني يمكن هالشيء واحد يذكر المعنى نصف الايمان في التغافل. لانه حمل التغافل على كلمه الايمان مشعر بان المؤمن يصدر منه التغافل، مو أي واحد. او علامه العاقل، العاقل نصفه التغافل، ايضا موجود في الروايه عن امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام. هذا التغافل الممدوح، التغافل ايضا عنده تغافل مذموم. بعض الاحيان يتغافل الانسان في موقع ليس مجال للتغافل رجل انتهازي شخص انتهازي ينتهز الفرص فهو يتغافل عن بعض العيوب لا يذكرها لا ينهى عن المنكر لا يأمر بالمعروف لماذا مو لمصلحته ذاك لمصلحته انا ما اخسر هذا الرجل لو اتكلم ويا اكثر من مره يمكن اخسره او هذه المراه تحضر مجلسي فاخسرها طبعا بالتي هي احسن واحد لازم ينصح الاخرين. يتغافل لمصلحته حبا للجاه، حبا للسلطنه، للسلطه، حبا للمال. هذا تغافل مذموم. قد يتغافل الانسان حسدا. هناك عيب ظاهر من شخص لا اذكره له. هذا العيب انا ما اذكره، لماذا؟ حتى يفتضح أمره وينفضح أمره عند الناس هذا تغافل من باب الحسد بعض الأحيان التغافل يكون رجل غني صاحب أموال جاره فقير ولا يسأل شيء عفيف أنا أتغافل عن فقره لماذا؟ حتى ما أورط نفسي أعطيه المال هذا تغافل، هذا تغافل مذموم. لا، المفروض هنا أن يساعده الإنسان. فإذاً، لذلك ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل ابتلى الأغنياء بالفقراء، ولولاهم لم يدخل غنياً الجنة. الله ابتلى الأغنياء بالفقراء، إذا ما كانوا الفقراء أي غني ما كان يدخل الجنة. هذا امتحانهم بعد. إذاً هناك تغافل محمود. وتغافل مذموم بعض الروايات أذكرها روايات لطيفة طبعا القضية معقدة من التغافل من الصفات العالية الأخلاقية العالية جدا دائما حالة الإنسان أنه ينساق نحو شهواته مو نحو الأخلاق فواحد يظلمك وأنت تتغافل لمصلحته صعب، مو قضية معقدة. الصفات الاخلاقية كلها صعبة، على الانسان ان يكون اصعب من شهواته. ملا خليل القزويني، الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان ينقل هذه القضية. ملا خليل القزويني وملا محسن الفيض الكاشاني. هؤلاء في مجلس تباحثا في مسألة فالحق كان مع ملا محسن الفيض الكاشاني، ملا خليل القزويني اصر على قولته حتى انفض الجمع بعض الاحيان، هذه ايضا حاله نفسيه في محضره مجموعه، واحد ما يريد يظهر انه لم يتمكن، خسر هذه المعركه، مو خسران للمعركه، اتباع للحق، بس انا ما كنت اعرف مساله ولو انا عالم كبير استمعت من عالم اخر ناقشني فاقتنع بالحق. آخذ الحق مو ان اصر على رايي، فاصر الملا خليل القزويني على رايه. ولكن عندما رجع للبيت فكر في المساله شاف لا كان مخطئ الحق مع الملا محسن الفيض الكاشاني فخرج من قزوين الى كاشان طريق طويل في تلك الفتره. أتى إلى دار الملا محسن الكاشاني طرق الباب ملا محسن من خلف الباب من الطارق فقال ملا خليل قزويني كان عالم كبير عالم قزوين فقال يا محسن لأنه اسمه كان ملا محسن الكاشاني يا محسن قد أتاك مسيء ملا محسن الفيض الكاشاني فتح الباب استقبله وقال تفضل قال له أنا أخطأت انا بعدين لما انت رحت فكرت شفت لا الحق كان في هذه المساله معك فاتيت لاعتذر منك واعود كل ما اصر عليه الملا محسن الفيض الكاشاني يعني ان يبقى في داره في هذا اليوم في هذه الليله قال لا انا نويت القربة للمجيء لاعتذر منك على امر خطا ارتكبته ورجع الى داره هاي قضيه سهله اذا واحد في داره في بيته مع اهله مع أبناء أن يخطأ أن يعتذر منه صعب القضية ولكن على الإنسان أن يكون أصعب أن يكون أقوى من تلك الهوى من ذلك الهوى الذي يجره إلى النار والعياذ بالله لاحظوا بعض الروايات التغافل يوجب الراحة الشخصية لدى الإنسان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تغافل يحمد امرك. في روايه اخرى من لم يتغافل ولا يغض عن كثير من الامور تنغصت عيشته، اللي ما يتغافل هو اللي يتاذى. اذا واحد استمع اغتابه فلان وفلان ولا يهتم يشعر براحه نفسيه، اما اذا تشوفه من الليل إلى الصباح يلوج في مكانه كيف هذا دا يتكلم علي وكيف ظلمني هو يحس بالألم النفسي وهذا الألم النفسي ينقلب إلى ألم بدني من كثر همه ذكرت الرواية سقم بدنه في رواية أخرى لطيفة أيضا عظموا أقداركم أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عظموا أقداركم بالتغافل عن الدنية من الأمور أمر دني ما يسوى تغافل عنه يعظم قدرك يرتفع شأنك ينظر إليك على مهابة وجلال في رواية أخرى من أمير المؤمنين سلام الله عليه من أشرف أخلاق الكريم تغافله عما يعلم يعلم ويتغافل هذا من أشرف أخلاق الكريم في رواية أخرى لا حلمة كالتغافل التغافل توجب الراحة الاجتماعية ونكتفي بهذا الحديث الوارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه صلاح حال التعايش في المجتمع في الدائرة في البيت واحد هو وزوجته وأبنائه صلاح حال التعايش شنو هذا الدار دائما مليئة بالعركات وبالصياح لماذا؟ لأنه لا الزوجة تتغافل عن خطأ زوجها ولا الزوج يتغافل عن خطأ زوجته ولا يتغافلان عن خطأ أبنائهم واحد بعض الأحيان يفكر بينه وبين الله أنه الإبن ارتكب غلطة أصيح عليه وأبسطه وكذا فكيف أتوقع أن الله يعفو عني أنا عندما ارتكب غلطة شلون أنا أتوقع من الله أن يعفو عني ولا أعفو عن صغير أو عن الطفل أو عن الزوجة أو الزوج لا تعفو عن زوجها وهكذا صديقان لا يعفو أحدهم عن الآخر ويتوقع أن الله يعفو عن كل ما ارتكب؟ مو معقول لذلك ورد صلاح حال التعايش والتعاشر ملء مكيال مكيال لسه مثلا إناء هذا الإناء إذا كان مليء بماذا ثلثاه فطنه واحد يكون ذكي يشوف يقيم المواقف يفكر قبل ان ينطق بشيء وثلثه تغافل هذا المكيال المليء ثلثاه فطنه وثلثه تغافل اذا هذا كان تشوف الدار دار سعيده العيشه عيشه حميده الاصدقاء اصدقاء يجتمعون دائما ولا ينفضون الا بازدياد محبه احدهم للاخر الله ان شاء الله يتقبل اعمالكم هذه زياره للسيدة معصومة سلام الله عليها ان شاء الله تكون زيارة مقبولة وزيارتكم للامام الرضا ان شاء الله تكون مقبولة ترجعون الى بلادكم بايدي مليئة بالخير وبحوائج مقضية ببركة الصلاة على محمد وال محمد